تعال تعال. طبعا زي ما تشوفون حطيت لهم اشياء مره قويه هالمره مره غير. هنا مثلا زعتر وخردل، هنا قهوه مع كاتشب، الله الله. هنا وش نسيت، شطه مع حليب سايل، تخيل. هنا مويه زيتون، هنا مويه ورد، وش هنا وش حطيت نسيت، اي عصير جوافه مع جبن. يعني شيء ما شوف، كلها توجع البطن الا هذا، هذا توت بس، هذا احسن شيء. اللي بيطلع هذا هو اللي هو المحظوظ. الحين بغطيهم كلهم، بعدين بروح لهم واقول كل واحد يختار واحد وياكل ويذوق. نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. رجعنا لكم تحدي جديد. طبعا اكثر تحدي في الفتره الاخيره وصل، يبغون تحدي التلوث الجزء الثاني. طلبوا ناس كثير. شو خايف والله يا طب لحظه، في اكل هو كله يوك يوك ليني، بس والله العظيم ما في الا شيء واحد حلو. والله الشيء الباقي كله سيء. يعني انت بيت كذا تعال، يعني مزاجي مزاجي. طبعا المره الجايه علي. شوف الحين انا حطيت لهم كل شيء وما يدرون، هم ما يدرون وشو التحدي اللي راح. كان سعد اللي سواه وحط لنا اشياء، بس سعد الحين ما يقدر يصور، فقلنا بسوي فيكم. كل واحد الحين يختار وانا ابى اوكله. طيب ايش رايك انا اوكل نفسي؟ لا 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 لا, 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 لا انا بوكله. من يبدا اول؟ شيكم انا ترى الحين في يلا بعدنا 10، يجي علي 10 هو اللي يبدا يختار الاول. انا خلاص انا بقول تبي الاول. يلا اختر بسرعه. يا شوف غمض غمض، والله لو تفتح يا عبد الله. لا اسكت لا تعلمنا. دلّا لا تناظر، افتح فمك. حظّي الله يقطعك. افتح فمك، افتح فمك. والله محظوظ. لا والله مو محظوظ، تحسب انه ذا، افتح فمك، افتح فمك. اقرب اقرب اقرب، قل وش؟ تعرف من كتبت؟ صابون ذا ولا ايش؟ صابون صح؟ لا. والله كله صابون. وش؟ عشان ريحته، لحظة. ها؟ خل. لا مو بخل، على المخشو والله مزيل كذا. هذا موية ورد. اي والله زينة موية الورد. شلون شيء دحوم مرتبك؟ عادي يا اخوي عادي يا اخوي عادي يا اخوي، تراك متعود. يلا دور دحوم. لا يلا انت بس ما تطلع، والله ما تطلع. تختار. لا يلا اختار. بسم الله غمض. يلا دحوم اختار. حقرة حقرا. يلا حقرا بالنص. غمض وجهك من ناحيه، ما تخفي والله ما تخفي. لا وجهك من ناحيه. لا خليني افتحها خليني افتحها. تعال تعال تعال. تعال تعال. لا تشوف لا تشوف. يلا تعال قلع. لا قلع بسرعه دحوم. والله لذيذ. يلا عض عض. والله متوتر. عرفت وش ذا؟ شو اسمه سيتر؟ لا ها كيف؟ استغفر الله استغفر الله. شوف انا الحين والله ما في انسحاب. تحدي رجال. وش ذا؟ صويا ما ادري وش صويا؟ ايه اجلس اجلس زين اجلس اجلس. وراك شغل وراك شغل. يلا اختار بسرعه. اختار من نفسك. يلا اختار. بسم الله استعد معك جاهزه. شكلها مفتوح هنا. اي لا تطل لا تطل لا تطل بسرعه. هذا من عين تجن كذا. يلا يلا قل بسرعه. هذا يا ربي وش ذا؟
والله اني ناسي ايش حاط لك، والله اني ناسي. شوف وجهك هذا غمض غمض. قلت توبه توبه. لا لا هذا شيء حلو كذا. والله شيء حلو والله. افتح 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 والله تشوف اجلي. ايش الحب؟ قل حلو حلو. وش وين رايح؟ وين رايح؟ وشو؟ زيتون 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 نصاب زيتون زيتون وايد زيتون. شنو هنا؟ نصاب كذا نفسيا بس ينحاس. يلا هذا من حظك جاك شيء حلو. لا اللي يقوم اللي يقوم يجي العقاب اقسم بالله. ايش عملت رحت فين؟ لا 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 والله بعض الاشياء ايش تبي حطها بفمك؟ لا شو اسمه بس لا لا تروح. هذا والله شكلك سادة. وشو؟ تقول يلا قرا. لا تسد لا تسد لا تسد خشم. اقرب 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 ايه اقرب اقرب قرا. يلا ها اخباركم شو اسمه؟ فهمت خذ الشيء الزين. ها كل اللي موجود. لا عبد الله اشياء سيئة اشياء سيئة. يلا باقي خمسة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. غمض غمض ايش فرج ابوي؟ غمض. لا شيء زين. باقي هذا قل اه. قل اه زين وارفع راسك ما يتكبر. ايوه. هذا حليب سايل مع شطه. والله شكلي حليب سايل مع شطه. تعال. باقي اربع اطباق فقط. يلا. والله يا عيال لو جربتوه. يلا. يلا يا عبد الله يلا يا ليش يا حبك هذا وخر 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 هناك بسم الله قلا الله كاتشب كاتشب مع قهوة يلا والله العظيم هذه اشياء قوية مو زي سعد حبيبي بيحط لكم عسل وسوداني وسوداني ما عندي انا. لا تبدا لك تحدي. لا ما في اختر باقي ثلاثة يلا. غمض. الحمد لله يا رب. غمض دحوم ودي انه نايم ودي انه نايم. لا تشوف لا تشوف هي نظام شو. ايه لا شيء عادي طبعا. قل اه. خلاص حلو. وشو؟ وش تعال تعال والله شيء حلو. وشو؟ زعتر ما هذا خردل؟ زعتر ما خردل. انت هو يستوعب الخدر. ثلاثة يلا اختار. انا بذا هذا الزيتة شيء اسود. قل اه. افتح ارفع راسك فوق. ارفع ايه افتح فمك حبيبي افتح فمك زين. عض. وش ذا؟ وشو؟ لا لا ما تطلع فك واحد. ايش كلت من عندي؟ اخر طبق اخر طبق. والله يوريك يا سعود احلف لك والله يوريك. شي ذا الصب. يلا قل اه. والله والله يوريك اعلمك لو حط لك اغراض قسم بالله. قل اه. اها اه افتح افتح. حلو حلو. وش حلو 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 وشو؟ والله حلو. وشو؟ عصير جوافه. عصير جوافه مع جبن. جبن؟ ايه جبن؟ كثر جبن يا اخي. والله كثرت له. وكذا خلصنا الاطباق. كثر. دقيقة دقيقة. دقيقة دقيقة ناخذ ردة الفعل. دقيقة ناخذ ردة الفعل ها. مو مرة. عكس جربت اشياء جديدة. ما شاء الله في الحياة. تجارب تجارب. قسم بالله يا عيال. تصير عمري مرة اكل خردل. تاكل خردل؟ انا لا والله جربت. خردل. خردل مع زعتر. لا تنسون ايش؟ لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ترى اكثركم ينسى يفعل الجرس وينسى يشترك. اتمنى تشتركون في القناه ونوصل 2 مليون في هذه القناه. نشوفكم اكتبوا لنا تحدي تبون نسويه في التعليقات تحت. معلش يعني قطعنا. اي ونشوفكم ان شاء الله في التحدي الجاي. مع السلامه.